في إطار النهوض بدور الجامعة كمنارة لإشاعة وترسيخ القيم المجتمعية، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامجا لفائدة الشباب يهدف إلى التعريف والتحسيس بالمبادئ الأساسية للقانون من خلال التعبيرات الفنية والثقافية. وانطلق هذا البرنامج من خلال تنظيم أيام دراسية وعلمية تحت عنوان الموروث المعماري بين قوة القانون والإرهاف الفني بمدينة طنجة إلى غاية 30 من الشهر الحالي، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمهتمين بمجالات القانون والفن. وتشكل هذه المبادرة فرصة لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال خلق فضاء للنقاش والحوار حول القضايا ذات الصلة بالقانون والتي تهم الحياة اليومية للمواطن. إطار انخراط في واحد المشروع اللي هو جد مهم الذي يهدف إلى تكوين الطلبة في إطار واحد النوع من الانفتاح على محيط الجامعة، وانفتاح لما كان نتكلم عن الانفتاح على محيط الجامعة يعني أي انفتاح على المجتمع، على القضايا المجتمعية. وهذا اللقاء هذا هو لقاء مهم من حيث أنه يعالج إشكالية لمن الأمور المثيرة والمهمة حول إشكالية التراث. والتراث كما تعلمون هو تراث بمعنى واسع، تراث مادي لا مادي، وفي هذا اللقاء هو في الحقيقة يرتبط بالتراث المبني يعني لو باتريمون باتي، واللي بالتالي يشير إلى كل المعالم اللي على واحد المستوى الوطني تتراكم يعني من خلال القرون، واللي كتشكل يعني التراث المرتبط بالهوية. طنجة هي أول مدينة كتستضيف هذا الحدث هذا، وبطبيعة الحال غادي يكون إن شاء الله في المدن الأخرى المغربية، وإن شاء الله كذلك غادي يكون حتى ما بين المغرب والدول الأخرى إن شاء الله. وكنتمنى وإن شاء الله يعني مثل هذه المبادرات تزيد الدعم وتقوى إن شاء الله، باش الجامعة المغربية ولا للمختلف القطاعات أخرى يكون هناك واحد تفاعل واحد اندماج من أجل الوصول لواحد التعاون واحد تكامل